تعد الطماطم غذاء خارق، فهي غنية بالمغذيات. محتواها الغذائي يدعم صحة الجلد وفقدان الوزن وصحة القلب. تحتوي على الكاروتينات التي تحمي العين من الأضرار الناتجة من الضوء، تحافظ على ضغط الدم. تحتوي الطماطم إلى جانب الفيتامينات على عناصر مغذية منها المعادن الحيوية والكربوهيدرات والألياف وحمض الفوليك والبروتينات، فهي بذلك تحتوي على العناصر الغذائية جميعها. والطماطم مصدر جيد للكربوهيدرات، فهي تحتوي على ما يقارب 30 سعرة حرارية، حيث أن الكربوهيدرات مهمة لتوفير الطاقة والتي بدورها تساعد في التخلص من الخمول. الكربوهيدرات تحفز من عمل الجهاز الهضمي على نحو أفضل، وهي مصدر للفيتامينات، حيث أن حبة واحدة من الطماطم متوسطة الحجم توفر 40% من الحاجة اليومية من فيتامين جيم، وما يصل إلى 20% من فيتامين ألف. وفيتامين جيم يساعد في امتصاص الحديد، في حين أن فيتامين ألف يقوي جهاز المناعة ويحارب الالتهابات. تحتوي الطماطم على فيتامين كاف الذي يمنع فقدان الدم ويقلل من خطر النزيف. إن الطماطم غنية أيضا بالألياف الغذائية، هذا يضمن وجود نظام صحي وهضم أفضل. تحتوي الطماطم على مضادات الأكسدة، فهي تحتوي على الليكوبين وهو مضاد أكسدة قوي ويحمي من تلف الخلايا. إن الخصائص الطبيعية المطهرة للطماطم تساعد في محاربة الجراثيم والحماية من الأمراض المعدية، كما تحتوي على حمض النيكوتينيك الذي يخفض نسبة الكوليسترول السيء والدهون الثلاثية ويحسن أداء وظائف القلب. كما تتخلص الطماطم من سموم الجسم عن طريق تنقية الدم وتحسين الدورة الدموية. إن الطماطم غنية بمضادات الأكسدة، وهي تحتوي على نسبة عالية من مركب الليكوبين وهو مركب نباتي يرتبط بتحسين صحة القلب والوقاية من السرطان والحماية من حروق الشمس، وهو جزء مهم من النظام الغذائي الصحي. لكن يجب الانتباه عند تناولها عن طريق الأشخاص الذين يعانون من الحساسية، حيث أن حساسية الطماطم بشكل عام هي نادرة، إلا أن الأفراد الذين يعانون من حساسية حبوب اللقاح العشبية أكثر عرضة للإصابة بحساسية الطماطم. هذه الحالة تسمى متلازمة حساسية حبوب اللقاح أو متلازمة الحساسية الفموية، فهي متلازمة الحساسية عن طريق الفم. ففي متلازمة الحساسية عن طريق الفم يهاجم جهاز المناعة بروتينات الفاكهة والخضروات التي تشابه حبوب اللقاح، مما يؤدي إلى نشوء الحساسية مثل الحكة أو الشعور بخدش في الحلق أو تورم في الفم. لذلك يجب الانتباه عند تناول الطماطم وظهور أي أعراض ومراجعة الطبيب عند ظهور تورم في الفم أو الحلق. من المهم اختيار الطماطم المناسبة للاستفادة من الفوائد التي تقدمها.